المقاومة أخذت قرار إما الشهادة وإما النصر. نعم هناك 21,000 شهيد فلسطيني، وهناك تدمير لغزة، مثل حمود بأكملها، بيت حانون وبيت لاهية والشجاعية وخان يونس ومخيم المغازي ومخيم البريج، ولكن هناك قرار فلسطيني وهو التحرير. لابد من إنهاء الاحتلال يا جماعة، 75 عام وإحنا تحت الاحتلال، مش معقول يعني. وبالتالي كان قرار المقاومة هو على عمليا إنهاء الاحتلال وفك الحصار عن غزة. إذا دكتور علي، والشعب الفلسطيني تعتقد إلى المعادلة الدولية يا جماعة، 7 أكتوبر عادة فلسطين إلى الواجهة الدولية، ده صحيح، لكن تعتقد انه مسألة خروج السنوار من عدمها، هل هي بالونة اختبار اسرائيلية تحاول انها يعني تتحسس بها الخطى في الداخل الفلسطيني او ما بين الفصائل الفلسطينية، مش بس حماس؟ يعني هذه المبادرة تم طرحها بعد نشر خبر في الاعلام الاسرائيلي وفي الاعلام العبري، وانا تابعته نقلا عن مصادر عربية، لأن السنوار بعث برسالة إلى القيادة في الخارج وقال لهم بأن المقاومة بخير وأن المقاومة تملك أكثر من 70% من قوتها العسكرية، وبالتالي هذه كانت رسالة توحي بأن يحيى السنوار هو يقود العمليات في قطاع غزة. هذه الرسالة التي وصلت إلى نتنياهو، وصلت إلى مجلس الحرب في داخل إسرائيل، تؤكد بأن يحيى السنوار يقود العمليات العسكرية. وبالتالي طرح نتنياهو هذه المبادرة على الأقل من أجل تضليل الرأي العام الإسرائيلي. نتنياهو حتى اليوم لم يحقق أي انتصار، لم يجد أي شيء يعود به إلى تل أبيب. طرح قبل شهر مبادرة وقال سأعود رأس السنوار إلى تل أبيب حيا أو ميتا، وبالتالي بعد ذلك توقف الحرب. نتنياهو الآن يريد إطالة أمد الحرب ليحافظ على مقعده، هو يحافظ على مقعده ومكتسباته طبعا، ويحاول أن يحفظ لنفسه ماء الوجه.